إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قفل أول 2009 عندنا التغيير اللي هو البواجي، وعشان تغير البواجي لازم فك الثلاجة عشان توصل للبواجي اللي خلف السلندر الداخلي أو الرأس الداخلي. وأثناء ما نفك الثلاجة راح نفك قربة الهواء والثروتل، وراح إن شاء الله نسوي لها تنظيف للبوابة والتغيير للبواجي بعد تنظيف أو بعد فك الثلاجة. طبعاً مفكرين غطى قربة الهواء العادية، للأمانة في تهريب هنا، التهريب هذا بسبب اللي هو رأس المحرك أو وجه رأس المحرك أو غطى البلوف في تهريب. على العموم راح نفك قربة الهواء البوابة، وراح نفك المسامير اللي هنا واللي هنا عشان نفك كله البوابة الثلاجة. طبعا لاحظ عندنا الفيش مكسور والكسر قديم. طبعا فكينا قربة الهواء، وايضا نشوف الترشيح حق الزيت جاي من اعلى لاسفل، كل هذا بسبب انه وجه الغطاء البلوف وممكن حتى برضو وجه الثلاجة. العموم الان عندنا البوابة متسخة بالكامل، شكلها ما قد رضفت بالمرة، فراح نفك الان البوابة، بعدها راح نفك له الثلاجة. راح نفك الهوزات حق التسخين، المويه حق الراديتر والفيش اللي هنا. حتى فيشة البوابة برضو كسرة وقديمة، لاحظوا حتى الغبار مركب بس كده تركيب. البوابة يوحي لك انها نظيفة مدمورة من الشكل الداخلي او الخارجي، تيجي من وراء تلاقيها نظيفة، ولكن فيها اللي هو التبخير، التبخير واضح، عشان كده ممكن سبحان الله مع التبخير صار الزيت الترشيح الواضح ما خلى فرصة تجمع للتراب الداخلي، لكن هنا لاحظوا عشان في تبخير صار الزيت يمسك في الأطراف. لاحظوا حتى كمية الزيت، يعني تبخير ما هو بسيط. بعدين نشيك على لو غلف التبخير. كيف برضه فيش حق الثلاجة، الهوز حق الثلاجة. فكينا المسامير تثبيت اللي هنا، مسمار اللي هنا 10 من 10، واللي هنا مقاس اللي هو 30 تي أو تي 30. طبعا راح نفك المساحات للأمانة، ونفك العرض هذا حق المساحات عشان نفك المسمارين التثبيت حق الثلاجة من الخلف، ما راح نوصل لها ومتعب جدا، فراح نفك العرض حق الثلاجة هذا أو القاعدة حق المساحات، وراح نفك المسامير اللي خلف الثلاجة. فكينا الهواية حق المقدمة، هنا راح نفك القاعدة دي بالكامل كلها مسامير 10. راح نفك الماكينة 3 مسامير اللي هنا، وفي هنا برضو مسمارين، واحد هنا منهم مفقود أو غير موجود، سبق إنها فكت. من الآن نفك القاعدة هذه كاملة حقة الدينامو، بعد راح نفك القاعدة السفلية بالكامل. فصل الفيش هذا في حق المساحات، كل المسامير
وهذا اللي عندي اللي هو الدينامو بالكامل. وهذه هي الدينامو حق المساحات. راح نفك كل القاعدة هذه بالكامل. فكينا العارض اللي هنا. لاحظوا عندي هنا المسمار هذا. هذا مسك الثلاجة. وأيضا في مسمار نفس الحكاية. هذا ماسك في الثلاجة. هذه الثلاجة. وهذا عندنا هنا فتحات الثلاجة. راح بعدين نقفل المجاري هذه ونسوي عملية تنفيخ حول الثلاجة. عندنا هنا الفيلات والبواجي. وراح نفك المسامير اللي هنا، المسمار اللي هنا، المسمار اللي هنا عشان نحرك الضفيرة أو نحررها، ونفك البواجي والكويلات الخلفية. طبعا عندي هنا الفيش حق الكويل سليم، عندي هنا الفيشة حق الكويل الكلبس مكسور. هذا برضه الحين يسبب كهرباء، يسبب تهريب، وممكن برضه حتى يسوي التباس. هذا الفيش مكسور. حتى الأتربة. من الداخل فيه موجود. لا راح نفك الخلفية. هذا الكويلات. جهة الراس الأمامي. وهذا الكويلات جهة الراس الخلفي. وبالترتيب. طبعا هنا بالترتيب. طبعا ما يضر تغير هنا تغير هنا، لكن انا برتبها برجعها زي ما كانت. الان راح نفك البواجي. طبعا هذا البواجي الامامية. الراس اللي هنا. وهذا البواجي اللي في الراس الخلفي. طبعا للأمانة طلبت وجه الثلاجة، وجه راس أو غطا البلوف المتواجد أو المتوفر اللي هو وجه غطا البلوف أمامي وخلفي، لكنه للأسف ما حصل وجه الثلاجة. وأيضا ما جاب لي الوجه حق الصوف أو الوجه حق البواجي. لكن إن شاء الله تكون إنها سليمة وما فيها مشاكل. هذا البواجي. هذا البواجي الآن جديدة. وهذا القديمة. راح نركب. راح نبدأ أول شيء بالصعب، ثم نبدأ بالسهل. تم تركيب البواجي والكويلات. هذا هنا. الكويلات والبواجي كلها. ثبتنا الضفيرة الأسلاك حقها. بسم الله ما شاء الله. هذا الآن بعد التنظيف. يعني سوينا اللي علينا بقدر الإمكان بالنظافات اللي يسجلكم وبالبنزين. نظفنا داخليا وخارجيا. طبعا خارجيا ما عندي مشكلة فيها، أنا أهم شيء عندي برضه هنا باقي اشياء بسيطة، لكنه راحت الاغلبية كلها اللي راح نطبق ان شاء الله. الحين تم تنظيف الارضية حقت القاعدة
كما تحتوي المسمار الجانبي، صمير الداخلية، مسمار التثبيت أيضا اللي في الرأس في الغطاء، هذا المسامير التثبيت الداخلي اللي هنا، أركب المسمار اللي هنا وبرضه المسمار اللي هنا الداخلي، تركيب الهوز حق الفاكوم حق الفاكوم في الثلاجة، أيضا حق بلف التبخير. بلف التبخير أنا راح إن شاء الله في الأخير قبل نهاية التطبيق راح أفك بلف التبخير وراح أسوي له تنظيف. هذه البوابة بعد التنظيف، تركيب المسامير، الهوزات حق الحار والتبريد أو التسخين حق البوابة، الفيشة، وهذا بنظف الطرنيات. نظف حساس الإرماس، ركبنا القاعدة حقت المساحات، المسمار تحت، مسامير المساحات، فيشة المساحات، المسمار برضه اللي هنا، المسمار اللي هنا برضه، واللي هنا، واللي هنا. رجع المساحات ورجعت كل شيء كما كان مثل الأول. الآن درب الباب شغل، زي ما قلت لك سابقا راح نظف اللي هو بلف التبخير. للأمانة ممكن يكون أو غالبا سبب التبخير اللي عنده أو التهريب اللي هو بلف التبخير. بلف التبخير من أسبابه سبب نقص في زيت المحرك، لأنه يحرق ما عاد في صار تنفس للغازات اللي داخل الاحتراق غرفة الاحتراق. ايضا لما يكون ما عاد فيها سحبيه للهواء داخل الاحتراق او غرفه داخل المحرك، راح يكون يضطر المحرك انه في اضعف نقطه من الوجيه او من الصوف راح يهرب. فشوفوا لاحظوا الترسبات اللي موجوده في البلف، واعتقد انه ما قد تنظف من يوم استخدمت السياره، لدرجه انه صارت الترسبات مثل الصدر. طبعا بنحاول حتى ما في يل يتحرك، يعني انا معروف ان بلف التبخير يكون فيها حركه، لكن هذا يا دوب تسمع له صوت خفيف. فاحنا بنحاول انه نرجع الموضوع ونسوي تنظيف، ضبط معنا ضبط ما ضبط، المفروض انه يتغير. والله حاولنا ننظف بالاسدلكو والتدليك، لكن ما ادري والله المفترض يتنظف. من الامانه الآن أحسن، صار فيه فضاوة أكثر وفيه الحركة أفضل، لكنه يفترض أنه يتغير. فحركته الآن ما شاء الله تبارك الله طبعا. شغالة وكأنها مين شغالة. تم تغيير البواجي، تنظيف الثلاجة، تنظيف البوابة، تنظيف طلف التبخير، ولكن للأمانة كان ودي أنه سوى صيانة كاملة، لكن للأسف القطعة ما توفرت، لو منها التهريب حق غطاء البلوف. اي نعم من قبل الوجه حق غطاء البلوف، لكنه جلد البلوف او جلد البواجي الداخليه ما هي موجوده، فما حبيت انه يعني اكلف المبالغ في شغل اليد على شيء ما اكتمل الشيء الثاني. ف سويت الصيانه المطلوبه مننا وما شاء الله تبارك الله، كان عنده ضعف عزم للامانه، ما كان فيها صيانه الدوريه اللازمه من اول، عشان كذا كان عزمها ضعيف، ولكن ما شاء الله تبارك الله الان عندي صارت الاستجابه ما شاء الله تبارك الله. وايضا في مشكله راح اوريكم اياها برضو، عنده مشكله صوت قرقره داخل الشكمان. وهذه عندنا الان البوابه بعد ما صار تنظيف وفصلنا صابع البطاريه، كان الهواء معلق ممكن لمده تقدر ربع ساعه على الواحد وشوي او واحد ونص، الان صارت مستقره وما شاء الله يعني الاستجابه الان ما شاء الله تبارك الله. لكن باقي في مشكله بسيطه،
ما شاء الله تبارك الله، سيارة يعني حتى ما شاء الله الاهتزاز اللي فيها ما شاء الله تبارك الله، يعني وكأنها ما شاء الله وكالة، يعني أساسا هو جاني من أول.